السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في هذه الحلقه الجديده من برنامجكم المشهد السياسي. يعني في يوم الاول من امس فقدت الكويت احد رجالاتها، والعم جاسم الاخرافي رئيس مجلس الامه الاسبق. هذا الشخص يعني من يتفق او يختلف معه سياسيا يشهد له بحسن الخلق ودوامه الخلق، خاصه البسمه التي كانت لا تفارق محياه، وايضا تاريخه الحافل بالانجازات. تقدم لاسرته وذويه بخالص العزاء، نتمنى يعني لأهل الصبر والسلوان، وإن شاء الله يعني الله يرحمه ويسكن فسيح جناته. من جانب آخر، جلسة مجلس الأمة والتي كانت هي استجواب إلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، والتي يعني كان متوقع أن يتم فيها تأجيل، ولكن الوزير حضر إلى جلسة مجلس الأمة وطلب اعتلاء المنصة، ولكن بعد شطب أحد المحاور وهو قضية المشاركة في عاصفة الحزم. الشطب والاستجواب أيضا عاد السيناريو اللي كان دائما يتكرر في استجوابات سابقة، هو عدم دستورية الشطب، بمعنى لا توجد نادة في الدستور تنص على الشطب والاستجواب. البعض الآخر رأى في أن هذا الاستجواب وهذا المحور كان هو غير دستوري، وبالتالي كان يجب أن يتم شطبه. الجلسة تحولت إلى سرية لمناقشة هذا الاستجواب، ولكن المستجوب وهو الدكتور عبد الحميد دشتي رفض المضي في هذا الاستجواب، لأنه كان على كلامه يريد أن يظهر الحقائق للشعب الكويتي. كان في كلام أيضا على استجوابات أخرى سوف تقدم، يعني كان مفروض أن الكلام على استجواب إلى قد يكون لوزير الداخلية أو إلى وزير الدفاع، ولكن إلى الآن مرت العملية دون تقديم استجواب آخر. محاور عديدة وناقشها في مع ضيفي في هذه الليلة. في البداية أرحب في الجزء الأول بضيفي عضو مجلس الأمة النائب الكابتن خليل الصالح. حياك الله كابتن. مساك الله بالخير، ونمسي على جمهور قناة الوطن والعاملين فيها، وننتهز هذه المناسبة لنؤكد حقيقة موجودة أن العم الخرافي يعني رحيله كان بصمت، وصمته في الواقع استقطب الناس حواليه بشكل يعني غير مسبوق. أنا صراحة أشوفه عندما حضرت الجنازة شفت الكم الهائل من البشر الذين حضروا إلى المقبرة، وحسيت أن هذا الرجل رجل الكويت، هذا الرجل في قلوب الكويتيين، يعني التسامح الكبير اللي عنده إياه ومآثره تحتاج الواحد يقف أمامها. بلغت الأخوان الصحفيين، فريق الصحفي اللي عندي، أني سوف أتقدم بمقترح بأن تسمى أحد مناطق الكويت باسمه. هاي الساعة 7 مساء بالليل نفس اليوم وأنا بالطريق، وأنا أعتقد مهما نعمل في لهذا الرجل لن نستطيع أن نوفي حقه، فهو رجل من رجالات الكويت رحمة الله عليه، يعني عليهم جميعا، والله يصبر أهله، وهو لم يرحل ولكن باقي في قلوب الناس. نعم، أيك على موضوع الاستجواب، وهذا الاستجواب يمكن كان هو بحد ذاته مثار للجدل. والسؤال يعني ليش أنتوا أول شيء وقفتوا ضد شطب هذا المحور، على الرغم من أن الكثير من يعني قال، خاصة بعض النواب قالوا أن الخبراء الدستوريين قالوا أن هذا المحور هو غير دستوري، بالتالي أنتوا كيف صوتوا على 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 رفض الشطب؟ طبعا لما تيجي على القضية الدستورية والمفهوم الدستوري لكل قضية، أنت مرجعك الأساسي وهو الدستور. نعم. وكان هنالك قبل هذا الاجتماع أو قبل هذه الجلسة ومع بداية عاصمة الحزم، كان في رئيس المجلس وعلى طبعا الأخ مرزوق الغانم، كان على يعني وعي، ودعا النواب إلى جلسة خاصة في المجلس مع 35 نائب أذكر حضرها، وحضرها الوزراء، وزير الخارجية النائب الأول، وزير الداخلية، وزير الشيخ محمد العبد الله، وزير الدفاع عفوا، وزير الشيخ محمد العبد الله، وكذلك وزير الأمير، وكان في الشرح موجود لهذا الأمر. هذا في مكتب المجلس. يعني. في مكتب المجلس. نعم. وأنا الأمانة لابد أن أقول الحقيقة، عندما تكلم وزير الخارجية كان مبدع في الإيجاز ماله، وكذلك لازم الأخوان البقية الزملاء، سواء كان وزير الدفاع والفريق اللي عامل معه، وكذلك وزير الداخلية في هذا الأمر. الحوار كان ارتكز في ذاك اليوم على قضية دستورية القرار هذا، لأن المادة 68 واضحة، الكويت أصلا دولة دفاعية، وأي قرار حربي أو عسكري محتاجة إلى مرسوم، وهو اللي يعطي خلنا نقول القوة والشرعنة الموجودة. اختلف الفقهاء الدستوريين في من يرى أن اتفاقية الدفاع المشترك هي بحد ذاتها تعطي الحق الأصيل لصاحب السمو، وهو أمير البلاد وهو رمز البلاد،
في أن يتخذ القرارات المناسبة في هذا الأمر. ورأى آخر دستوريين آخرين أن لابد أن يكون هنالك في خلينا نقول المؤسسة الدستورية ودولة المؤسسات لابد أن يكون هذه المواد موجودة، ولا كيف نحط هذه المادة يعني شقة حطينها. فكان أنا أعتقد حلها في ذاك اليوم، من ذاك اليوم لها اليوم، كان الوصول للمحكمة الدستورية وأخذ الرأي في هذا الموضوع على أساس نعرف يعني أن المادة 68 كنتوا تريدون الذهاب إلى المحكمة الدستورية للحسم قرار المشاركة أن يكون دستوري للمادة 68 هل تلزم أن 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 الحكومة تعطي تسوي مرسوم، تنزل المرسوم وبالتالي تنتقل الكرة من أبو السلطات إلى سلطة رئيس الحكومة هني، وبالتالي هنالك المواجهة أي شيء بيصير في هذه العملية تكون هي الحكومة مسؤولة عن هذا الشيء. فهذا هو أساس الوقوف بعملية عدم شطب. أوكي. أنا أقول لك يعني إذا أنتم كنتوا في مكتب المجلس هذا الكلام ما قبل الاستجواب، وأنت أشدت برد وزير الخارجية في اجتماع مكتب المجلس. لا وزير الخارجية تكلم بإيجاز عن تطورات الحدث، هذا ما قبل الاستجواب. أي نعم تطور الحدث، ولكن في 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 المخاض والتساؤل في القضية ظلت عائمة زين، وكان فيها ردود متباينة، في رأي مني رأي منك، فظل الأمر هكذا إلى أن وصل الاستجواب. أوكي. وفي محاولة في تسليط الضوء على هذه القضية، أنا أرد وأكرر إن المؤسسات الدستورية وأنها دولة مؤسسات لابد أن نعززها حتى تكون هي الحصن. نعم. المرجع الرئيسي حقنا في كل شيء. أبو أحمد، الآن البعض يعني يقول لنا أن أنتم كنتم متناقضين في مواقفكم، بمعنى آخر في استجوابات سابقة وافقتوا على شطب محاور الاستجواب، ولكن لميتوا على هذا الاستجواب البعض يقول مو بس لأن القضية دستورية، البعض يقولنا أن ناب دكتور عبد الحميد دشتي لما قدم الاستجواب أحرجكم أنتم كنواب بين قوسين شيعة، فبالتالي كنتم مضطرين توقفون معه، فهذا عدم الموافقة على الشرط كان يسبب لكم إحراج سياسي، فبالتالي اضطريتوا توافقون على أو ترفضون هذا. أنا ما أعتقد أن هناك في قناعات موجودة في البداية. نعم. أكو مو كل أبناء الطائفة الشيعية الموجودين في المجلس كلهم دخلوا في هذا التوجه، ولا كل الطائفة أبناء إخوان النواب الثاني من خلينا نقول الآخرين من طائفة من أهل السنة وقفوا كلهم برا. هنالك اثنين من النواب دشوا في هذا مع بعدم جواز شطب الاستجواب. فالتشكيلة هذه كلها تعطيك إيحاء القناعات الموجودة. يعني هو لو هنالك في طلب كان في متبوع بعملية تشريحية أو شرح موجود ممكن تغير من 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 المفاهيم، ولكن واضح إن القرار يعني كان في الحكومة عندها رؤية مسبقة، واضح عندما طلب رئيس نائب رئيس مجلس الوزراء بأن يطلب شطب الاستجواب المحور الأول، وعلى ضوءها أتى ما أتى بعدها من يعني من أمور أخرى في المجلس. باعتقادي من كان يقول لكم أن هذا التناقض في الشطب ما بين الاستجواب هذا والاستجوابات السابقة، شو تردون عليه؟ أنا أعتقد أن في هذه القضايا ترجع إلى قناعة النائب يعني بالدرجة الأولى والأخيرة. المبادئ الموجودة في العمل السياسي تحكمها معطيات الحدث، هي بالأساس الآن تريد أن ترسخ قاعدة رئيسية موجودة عندك إياها. هذه المادة يعني هل بالدستور 68 هل هي باقية أو غير باقية؟ هذه ما كانت موجودة في الاستجواب السابق لما شطب الزميل الأخ الفاضل العتساني عندما قدم الاستجواب وتم شطب المحور، لأنها كانت في أشياء أخرى. نعم هنالك في محور ثاني غير دستوري في الاستجواب. في الأسبوع الماضي كان النائب فيصل دوسان موجود على نفس المكان اللي أنت فيه، مسي عليه أبو محمد، وكان يقول ان الدكتور عبد الحميد دشتي ما نسق معنا بهذا الاستجواب. نسق معكم انت؟ لا ريال، هذه القناعه تقدمها، واحنا اردنا ان نستمع الطرفين حتى تكون القناعه مبنيه بهذا الخصوص، ولكن وجدنا ما امامنا من معلومات وعلى ضوءها تم التوجه لهذا الامر. ولكن انا قاعد اقول لك احنا بهذه نريد ان نعزز دور المؤسسات الدستوريه عندنا في الكويت، لذلك هذا الدستور هو الحصن الذي يمنعنا من الخروج عن جادة الصواب. هل صحيح أن قيل نبأ أن كان هناك استجوابات سوف تلحق هذا الاستجواب، وقيل أن كان في استجواب أو استجوابين وأحدهم قد يوجه إلى وزير الداخلية والآخر إلى وزير الدفاع، ولكن يقال أن كانت هناك محاولات نيابية لفرملة هذين الاستجوابين أو هذا الاستجواب، صحيح ولا مصحيح؟ والله هذه مصادر خلينا نقول تويتر وما لها مصادر رئيسية، إلا أنا أقول لك النائب اللي استجوب دكتور عبد الحميد دشتي نفى هذا الأمر جملة وتفصيلة عندما كان هنالك في توجه موجود أن في الأمر أن
انك اشيع ان هناك رغبه في الاستجواب وحسمها وقال انه ما في وانتهى الامر بهذا الخصوص. فبالتالي انا اتكلم ان لا نستطيع ان نتكهن بهذا الامر، ولكن واضح ان حسمها النائب ان لا عندي استجواب في هذه المرحله او ما حسمها صراحه. الحسم ساب المستقبل لا، بس قال ما في استجواب في الوقت الحالي. اوكي، موقف النائب فيصل دويسان اللي صوت مع الشاب بالنسبة لكم ما كان مفاجئ، خاصة أن الرجل يقول أنا موقفي وطني من هذا الاستجواب؟ إذا بتفاجئ مع أخوي أبو محمد لازم أتفاجئ بالآخرين كذلك اللي صوتوا ضد الشرط. ليش تتفاجئ في الآخرين؟ ما تفاجئت أنا، هذه قناعات بالمجلس، قناعات لا تستطيع أنك تأخذ رأي مسبق على أي أمر. هنالك في توجهات تصير في المجلس بناء على ما قدم من معطيات أمامك، فأنا أعتقد أن هذا هي الديمقراطية، يعني لا أحجر على رأي أي شخص، هذه قناعته في هذه المرحلة أن يأخذ هذا الاتجاه وذاك كذلك بهذا الاتجاه. فبالتالي إحنا قاعدين نعزز المؤسسة الدستورية كاملة، ولابد أن نحترم الديمقراطية التي أمامنا. نعم، أخرج عن الاستجواب، أتخلك يعني في موضوعات عديدة، يمكن اللي كنت تتكلم فيه أيضا قضية الحيازات الزراعية ولجنة التحقيق، يعني البعض يقول أن الوزير العمير لا يزال يرفض تسليم اللجنة أسماء الأشخاص اللي لديهم هذه الحيازات ويمتنع عن تسليمها. فبالتالي هل ترى أن الحكومة اليوم تقف حجر عثرة للوصول أمام الحقيقة إذا كان هناك تنفيع، شبه تنفيع ولا لا؟ أولا مشكور على يعني طرح هذا الموضوع للجمهور، خليه يفهم التالي ويستمع إلى المعلومات اللي عندنا إياها. نعم. أولا تف اللجنة ولا؟ أنا لا، حاولت أدخل فيها بس ما توفق، لكن هو الحق انتهينا الموضوع هذا. الحيازات الزراعية الكل يدرك أن أغلب من حاز على الحيازات الزراعية أغلبهم دخل في قضية تجارية بحتة، وهو أخذ الحيازة ومحاولة بيعها للشخص اللي ما قدر يحصل الحيازة هذه. هذا جزء كبير جدا موجود في الكويت ومعروف وبدت. زين، ووصلنا إلى مرحلة أن الحيازة تقدم بالبطاقة المدنية، وصلنا أن هناك أنت إذا كنت متنفذ تستطيع أن تحصل على اللي تبيه. كل هذه الأمور خلتنا، أنا أقول الفضل يقع لشخص واحد راح المحكمة واشتكى بأن في حيازات الوفرة في هنالك ظلم وفي هنالك في أنا مستحق لها القضية وتم استبعادي. نعم. كانت المحكمة حقه وفتح لك باب كبير جدا. الوزير العمير بعاصم لما جاب الأخت نبيلة جاب لأنها بعيدة عن الجميع الموجودة داخل، أكو مجموعة موجودة داخل يعني خسميها هارمونايز متجانسة مع بعضها، هذه كانت خارج. لما نحطها وطلب منها أن تقوم بواجبها قامت بواجبها الطبيعي وهو إيجاد الأخطاء الموجودة. نعم. فلما جت إدارة الفتوى والتشريع وحققت بالموضوع لقت بحدود 208 حيازة قد منحت لناس بالغلط، وتكلم اليوم أقول مخالفين غير مستحقين، 10 مليون متر أتكلم فوق 60 مليون دينار قدمت هباء كذي، يلا خذوهم. هذا لو ماكو الوقفة اللي صارت هذه، لو ما كان هذا الأخ الفاضل راح نحكمة، لو مو الفتوى التشريع عطت قرارها، وهذا قرار فتوى التشريع تحكيمي الآن كيف الإخوان يرونها، لكن بالنتيجة النهائية ثبت لدينا أن هنالك في تجاوزات عنيفة، ولما تبحث زيادة راح تشوف أكثر وأكثر وأكثر في قضايا التوسعات، في قضايا كيفية من هذا يستحق غير مستحق. وأنا أعتقد هذا الملف يتفوق على كل الملفات اللي عندنا ياها، يتفوق على كل الملفات التي طرحت في على مدار مجلس الأمة، سواء كانت الإداعات سواء كانت تحويلات حتى ملف الدو. هذا لأنه يتمثل مع شريحة كبيرة من الناس مستفيدين بطريق غير صحيح ومخالف. يعني خلينا نقول التجاوزات في الحيازات الزراعية أكثر وأكثر يعني فسادا من الداو ومن الإداعات. طبعا لأن المتورطين في هذه الناس كثار الآن وايدين الآن ما يقال، يعني خاصة ما يقال أن الوزير ما سلم الأسامي في نوع من اللي يعني التعتيم على الأسامي اللي مفروض يسلمها. أنا أقول أعتقد أن في تجاوب مع الحكومة ولا الحكومة متعنتة حسب ما تسمع، خاصة أنت داخل المجلس. يعني هو القرار قرار وزير، قرار وزير. وزير ينضغط عليه؟ لا، قرار وزير. يعني ضغطوا على وزراء آخرين كثيرين، حول النيابة وانتهى الموضوع. شوف الحكومة هذه بعد سمو الرئيس يعني ما قعد معاهم والوزراء قال لهم مخالفات ديوان المحاسبة يكون فيها تعامل معاكم جدي، كل وزير يتحمل مسؤوليته. كل الوزراء الآن تحويل للنيابة، عطني وزير ما يتلقى قضية حول النيابة. الآن تأخر هذا للتحويل للنيابة كون لجنة التحقيق، والله لجنة التحقيق ما خلصت،
أنا قاعد أتكلم بواقع أمر. إذا كان هنالك عندي قناعة في أمرين، الأمر الأول إذا الأخت الفاضلة المهندسة النبيلة الخليل كانت مستحقة، صار لها سنة سنة كاملة وأنت متحقق من سلامة وجودها هناك، وإجابة لك لابد أن أثبتها، وإذا عليها خلل وإذا النيابة تأخذ حقها، تأخذ حق الدولة وحق المجتمع وحق الآخرين كله. لكن الآن عائمة لا هي بهالبرد ولا ذاك البرد، قرارات كلها معطلة. هذا موضوع، هذا أنا في أنا وجهة نظري الأخ الوزير وعاصم، تأخيره في تثبيتها على نوع من خلينا نقول السبب أي كان. ليش ما يبغى يثبتها يعني؟ الآن يقول لك أنا بطل اللجنة تخلص تحقيقها. زين اللجنة ذيك مرة عطت قرارات، وقرارات اللجنة يا جماعة لجنة قراراتها توصيات لا تلزم أيا كان، هذه توصيات موجودة، ولكن القناعة الموجودة عند معالي الوزير هو لازم يحسمها. نأتي على الموضوع الثاني الآن، الموضوع الحيازات الموجودة. لسوف احنا لما طلبنا بالأسئلة البرلمانية للتعرف على الملفات وأسماء الناس الموجودين لحد الآن ما يأتينا الرد، وما أقول أنا الرد كان ننتظر تقرير اللجنة. تقرير اللجنة يا جماعة الخير هذا احنا نشهد الاخوان اجتهدوا وكل واحد يجتهد برأيه، ولكن القرار المجلس بالنتيجة النهائية، والقرار بالنتيجة النهائية من يحكم عليه احنا سواء كانت المحكمة بالنتيجة النهائية. فإذا ملف الزراعة هذا طوق نجاة لأي وزير حق، خصوصا وزير النفط، إذا بالنتيجة النهائية وهو يدرك عنده ملف وفي تجاوزات مشهود فيها من فتوى التشريع يبقى في الأدراج من غير أي إجراء، ففي مسؤولية قادمة أمام هذا الأمر. لكن هل تعتقد أن المجلس الأمة الآن بوضع الحالي في نوع من التراخي في المحاسبة في هذه القضية، وبالتالي هو ما جعل أن الحكومة تماطل بحل هذا الملف أو تسليم ما لديهم معلومات؟ يعني ما في بالآخر ما في واحد يحاسب، فبالتالي الحكومة متساهلة مع هذا الأمر. بالنتيجة النهائية راح يواجه الوزير مصير ليش ما وديتهم النيابة، راح يواجه هذا المصير، وهذا المصير لأن في أموال خاصة للدولة، في حيازات قدمت بالباطل، الله العالم ما هي شنو التركات والتبعات اللاحقة. هذا جليب إن فتحته ما يخلص، أنا كنت سميتها مهارة علي بابا، كل ما تفتح زيادة تشوف أزيد. فبالتالي أنا أتكلم هذا الملف حله، أي حل تسويه ما راح حله إلا حالة للنيابة ومعرفة الحقائق، ولكن هذا لا يعني أن الناس كلهم مخطئين، قد يكون البعض منهم مخطئ في عمل هذا الإجراء. أرض الكويت الكويتيين كلهم، قضية العدالة مفقودة في هذا الأمر في الحيازات الزراعية، وواضح جدا أمامي، ولكن احنا دورنا الان ان نضغط على الوزير. هو الان خلال 10 ايام القادمه راح يرفع التقرير لنا، وراح نشوف اذا هنالك في قدمت لنا اسماء ما قدمت لنا اسماء. انا اعتقد التوجه موجود ان الوزير في هنالك يجب عليه اتخاذ اجراء، والا سيواجه المصير السياسي الموجود في هذا من جهه. من جانب اخر، اذا طلعنا من موضوع الحيازات الزراعيه في موضوع اللي قاعد يصير اليوم في المناصب القياديه في النفط، وكان هناك هجمة واضحة من صحف في افتتاحيات صب هذا الهجوم على الوزير العمير وعاصم. أيضا يعني خلينا نقول مثلا التحالف الوطني أيضا تكلموا في بيان على المناصب القيادية، وأيضا اللي يقوم فيه الوزير علي العمير. هل تعتقد أن أبو عاصم اليوم يواجه هجمة لأنه يقف ضد مصالح البعض، وبالتالي هذا سبب الهجوم، أم هنا سبب الهجوم أنه فعلا في خلل بالوزارة وفي أدائه؟ شوف خلينا نقف أمام الموضوع النفطي، وهي قضية حساسة للكويت، وهي خلنا نقول المصدر الرئيسي حق الكويتيين في قضية الموارد المالية. الوزير كوزير من حقه أن يبسط سلطته على كل قطاع تحته، لكن في قطاعات موجودة مستقرة، وهذا الاستقرار يعني الدخول فيه لأسباب غير معلنة وغير موجودة يبدأ باب التساؤل الموجود. يعني أنا بشيل واحد لما يكون في عليه خلل أو خطأ أو ما شابه ذلك، أحنا لينا في البداية اللي فهمنا أن هناك تغيير، مو تغيير، خلنا نقول انتهت فترة بعض القيادين في الشركات الموجودة في قطاع النفطي، وليس شركة البترول الرئيسية اللي هم الآن في الحراك على هذا الموضوع. نعم. الشركات الأخرى وسربت أسماء في حينها أن في تغيير موجود وما شابه ذلك. أنا واحد من الناس كنت رايح على التغيير على هذا المكان، تفاجأت أن الموضوع صعد فوق. هذا الجهاز
الذي يتحكم في استراتيجية العمل النفطي، يتحكم في تعيين القيادات. الآن شنو المشكلة مع هذا الجهاز أنك أنت بتغيره؟ لازم يتكلم بعاصر أسباب رغبتي في هذا الجهاز التغيير للتالي. والله في خروقات تجديد دماء، ليش ما يكون تجديد دماء أعطاه فرص للكفاءات اللي موجودة؟ الآن, يعني. الآن كل وزير يجدد فرص فيه عند الفترة الزمنية مالته الموجودة. زين أنا إياه والله أبي أغير مجرد التغيير، لابد أن كل مسبب موجود. على كل حال الآن الحالة النفطية، أنا باعتقادي الأخوان في القطاع النفطي بوجهة نظري وقناعتي الشخصية أنهم قاعدين يجتهدون، مجتهدين وأدوا ما عليهم. شنو عندنا إحنا غير موضوع الداو؟ وأنا أقول هم بدير الوزير حول النيابة عشان تبري ذمتك من 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 من, من الأمام للأمام. أقول كرجل أصل أنت جاي يعني من, من 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 رحم الشعب وإلى إلى من إلى مقعد مجلس النواب وإلى إلى مقعد الوزارة. أنا أقول هذا ملف وده، شو يضرك إذا تودي النيابة هذا الملف إذا فيه عليه مخالفات؟ تعالوا هذه الناس يو في فترة وكانوا عندهم حظوة من الحكومة ومن المراجع العليا يدور في دورهم. أنا أعتقد ما كان هنالك أي خلل موجود في ذيك الفترة من أيام وجودهم في هذا المكان. فإذا هنالك في رغبة موجودة من رئيس من الوزير بأن يجد نفسه في هذه الشركة. أنا أعتقد فنجان قهوة يا أبو عاصم مع أبو نزار مع أبو فجهان يحل كل الإشكالات الموجودة. يجب أن تكونوا في سفينة واحدة. بالتالي هل ترى بأن هناك خلاف ما بين الوزير وبين القيادات النفطية هو سبب هذه الضجة اليوم؟ طبعا. شنو سبب هجوم طبعًا اليوم؟ طبعا شوف بس لاحظ شوف بس عفوا كابتن، الهجوم اليوم على أبو عاصم بين من تيار سياسي معين، يعني خلينا نقول الليبرالي، الهجوم عليه خاصة في الصحف، وأيضا يعني في بعض الهجوم من بعض النواب دافعوا عنه حتى نكون منصفين. هذه الهجمة من هذه التيارات هي سببها أن في خلل أم سببها مصالح أبو عاصم وقف مصالحهم؟ شوف أنا أي كانت الهجمة الموجودة، الهجمة الصحفية اللي تمت والتحركات الموجودة، كل من له في أمر شيء. أنا أتكلم على استقرار الكويت، أنا ما أتكلم على المصالح النفطية كبيرة جدا. هنالك شركات ضخمة موجودة في الكويت تعمل. اليوم عندنا يعني مصفات الرابعة فيها 4.5 بليون دينار عليها. كل مرة احنا ندخل في صراعات وتعال هذا وذاك، لما نومك من ذاك اليوم لهاليوم من 2011 احنا نعاني من قضية القرارات المتأخرة والمتعطلة. قناعات الناس موجودة، قناعات السياسيين موجودة، ما معناته اني اقف ضدك اني انا خصمك في هذا الامر ما عليك تحركه. سنة الحياة التغيير، وانا قلتها في اول يوم، ماكو واحد ابدي في هذا المكان، ولكن اعطونا مسبباتها. ليش نحاول نعكر وضع الاستقرار الموجود عندنا؟ انا الحين واحد من الناس اللي من شفت الاخوان الثلاثة اللي كانوا في الادارة وتم طلع لهم حكم نهائي بأن يتم استبعاد من المناصب القيادية، الحكم القضائي صدر الأخير على أنا حين أقول لك من هذا المكان هذا كانوا طبعا خلنا نفرزهم فرز حقيقي، كانوا يمكن مو متعاونين مو منسجمين مع المجلس الحالي الموجود. أنا أقول كلامي حق الأخ نزار العدساني، أنا أعرف واحدة فيهم الأخت شدة الصبح، من أروع الناس اللي تقعد مع الموظفين وتستمع إليهم بكل وقت. أنا وبديني أرجحها، هذه الاخوان ما مو تقليل من شأنهم، ولكن انا اللي شفته قدامي بهذا الامر لا يعني الحكم والمحكمه موجود اشار يعني شالهم، ولكن في ناس عندهم عطاء للكويت. ان شاء الله احنا نقدر هذا الموقف، خلل اداري خلل ما شابه ذلك. فانا اقول القطاع النفطي ان لم تبحر بسفينه واحده راح نعطل ما بقى لدينا من مصدر للدخل، راح نعطله. فخلنا نحط اولويه الكويت فوق كل اعتبار. اليوم توجهات استقرار القطاع النفطي الآن مستقر في حاله، الآن أي تغيير موجود راح يبين ردة الفعل، وشفت الشارع الإعلامي كيف تحرك، شفت الشارع السياسي كيف تحرك في هذا الأمر. فأنا أقول النصيحة ثم النصيحة، الكويت تستحق الاستقرار. أوكي، في لك تصريح يعني قلته كابتن، قلت ما كشف عن في ملف التأمينات الاجتماعية دفعنا إلى أن يكون تحقيقنا شاملا وموثقا وتوصلنا إلى خيط الحقيقة في التجاوزات. ما هو خيط الحقيقة في التجاوزات خاصة ملف التأمينات؟ هو ملف شائك وملف يعني من ملفات الفساد اللي موجودة عندنا. رأيك ولكن بعد الفاصل. عودة لكم من جديد مشاهدينا الكرام. أحمد سألت قبل الفاصل تصريحك اللي قلت فيه ما كشف عن في ملف التأمينات دفعنا إلى أن يكون تحقيقنا شاملا وموثقا وتوصلنا إلى خيط الحقيقة في التجاوزات. ما هو خيط الحقيقة في هذه التجربة؟ طبعا هذه لجنة سرية، لجنة تشكلت في التحقيق في مكتب لندن
بعد إعفاء عدد كبير من القياديين بشكل جماعي من مواقعهم الإدارية. أثار الشبهة عندنا ليش يكون هذا العدد كبير تم الإعفاء عنه، وهذا فتح لنا بأن نبدأ بالبحث في هذا الملف. طبعا بما أن الاجتماعات سرية فلا بد أن نحتفظ على هذه، نحافظ على هذه، يعني مو تلميحات خلينا نتكلم عشان نعرف شو اللي قاعد يصير. يعني شوف التحقيقات دائما تجيب إلى نتائج. طبعا قضية التأمينات الاجتماعية صراحة فتحت الناس علينا على الصناديق السيادية الموجودة. اليوم عندنا صناديق سيادية بالتأمينات الاجتماعية، وعندنا صناديق سيادية موجودة بهيئة الاستثمار. فيها صناديق هذه؟ هذه الصناديق قبل احنا نجتمع فيها ان ما عليها شيء والامور هذه كلها، لما جاء قضية التأمينات الاجتماعية الان فتح، بدأ الدخان يطلع من هذا المكان. فلا بد من اعادة التقييم، عندما تشوف شيء هناك طلع لك شيء فلا بد تتأكد من بقية القطاعات في نفس الامر هي في السلامة والطريق السليم. فهذه فرصة موجودة في عندنا في مكتب في التحقيقات الموجودة، وهي قطع إلى مرحلة كبيرة جدا. أنا خليني أقول لك توقعاتي ما هو القادم في التأمينات، لأن الآن أصبح معلوم للجميع. صارت قضية دولية، أنا أقول لك إياها، والتحقيقات راح تطول 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 إلى أن التأمينات الاجتماعية أصبحت قضية دولية. خلاص إيه راح تطول. تطول التحقيقات إلى تطول إلى أي حد؟ تطول في المدة أو تطول الأشخاص؟ تطول في المدة في التحقيقات إلى أن يأتي أجل أو كل من لا عمره. بعدها راح تتحول هذه المبالغ للبنوك الغربية، هذا توقعاتي لهذا الملف. تحول البنوك الغربية شو؟ خلاص هذه الفلوس كلها برا موجودة، تعال طلعها عاد. يعني ما نقدر نحصل المبالغ هذه المبالغ؟ أنا أعتقد ما راح تحصل للكويت. كان في سفر أعتقد لوزير العدل إن شاء الله نستطيع أن نحققه، بس هذا بتقديراتي الموجودة. يعني السفرات هذه ما راح تجيب نتيجة يعني بكرة. تأخذ وقت، التحقيقات هذه برا تأخذ وقت، مو سهلة التحقيقات هذه للوصول على أسباب كيفية الحصول على هذه الأموال. راح تتوزع أو يتخامط البنوك او الشركات الغربيه برا، هاي صعبه. يعني الفلوس اللي خرجت من التامينات لن تعود. انا باعتقادي لن تعود، حال الدو لن تعود. اذا الدو بعد لن تعود، خلاص الدو بعد توقيع صار ودنيا، وفي في في علينا التزامات، خلاص الفلوس تطلع برا مع السلامه. هذا قناعتي في هذا وهذا الملف اتمنى سلامته. انزين اتمنى سلامته ملف مكتب لندن، زين، واتمنى سلامته وعليها بعد هذا الاجراء. ان كان طلع شيء يدين، انا اقول مالك امل الان تاخذون اجراءات احترازيه يا معالي الوزير الماليه، اجراءات احترازيه اللي تسبب الهدر حتى الان نقف امام تقييم حقيقي لموالدينا. اليوم احنا امام مجهر العالمي، اذا طلع عندنا في التامينات باكر يطلع لنا في الاستثمارات، هذه تعال الكويت فيها مشكله هذه. لا فعلا انا اعتقد في الوقت الحالي، نعم، الان في التحقيق مستمر، وعندنا سفره الى مكتب لندن بعد فتره للتيقن والتاكد من سلامه المعلومات اللي استلمناها وعدم تضاربها مع الواقع الحقيقي، حتى من ضوءها على ضوءها نرفع التقرير الى المجلس. اوكي، الحين انت تقول لنا المبالغ هذه توقعاتك انها لن تعود. ما تعود لكن اوكي اي، بس ما عليه، خليني اوصل لك. اللي تسبب في هذه ضياع هذه الاموال ايضا لن يحاسب؟ كيف تجيب اذا ما عندك اذا دش في الدول اللي ما عندك فيها تعاون امني؟ شلون بتجيبه؟ هل بتنبه وتحطه بطياره تجيبه الكويت؟ ما عندنا السوالف هذه. صعب تجيبه، شلون يعني بتجيبه؟ كم واحد الان انت قارب انت صريح ولا قاعد تحبط الناس بهالحاله يعني؟ انا اقول لك هذه قناعتي وهذه قراءتي، اراها كذي هكذا. يعني حتى اللي تسبب بضياع هذه الاموال في التامينات لن يعود. شو رجع الكويت؟ الان يعني مطالبته ملاحقته قضائيا، ملاحقه مال انتربول ما يقدر يجيبه في الدول اللي ما عندك اتفاقيات امنيه معها، لندن واحده منهم. يا رشيد روح لندن واحد يجيبك، خلاص هذا واقع، هذا الخلل الموجود في العمليه. يجب نتدارك، يجب ان نقف، بس هذا معناته لازم واحد نقيم كل واحد موضوعنا. يضيع مال يروح برا الكويت وخلاص ينجو يعني فعلا، هذا حقيقه يتعني. احنا مطلوبنا كمشرعين ان نضع آلية جديدة، مطلوبنا كدولة نفكر في هذه الامور. ما حد يقبل ان تأخذ اموال الشعب الى الخارج، هذا امر انا قاعد اقول لك مطلوب من عندنا كمشرعين وكناس ملتزمين بان نحافظ على امانة اموال هذا الشعب ومستقبل اجياله. لازم تكون لنا اجراءات حازمة، لازم ان تكون اجراءات حازمة.
يعني ما اعرف اذا كان الكلام محبط شوي نوعا ما او صادق. محبط الحقيقه امامك. وين المليارين مالت الداو؟ اين هي الان؟ يلا صار لها الفتره الطويله، احد يسترجعها؟ سلامتك. لا راحت. في شقين عندنا ان نسترجعها، هذا شق، الشق الثاني اللي تسبب فيها لازم يتحاسب. اللي تسبب فيها كان يعني انا كان باجراء اي شخص الان يدخل في قضيه شبهه فيها ماليه لابد ان يبقى في الكويت ما يطلع. هذا من باب الجزء الاحترازي. شنو كان منصبه؟ هذا شيء احترازي لابد القيام به، والا سوف نواجه نفس المصير. اوكي، القضيه الثانيه واللي ايضا يحقق فيها مجلس الامه هي الايداعات والملكيات العقاريه، وكل الملكيات العقاريه شيء يضيف جديد في لجنه التحقيق، ومن 2006 الى 2012 حجم التجاوزات خاصه هذه تتعلق في نواب كانوا يمثلون مجلس الامه. شوف رايك فيها. الى هذه اللحظه لم يطلع اعضاء مجلس الامه عدا اللجنه اللي خاصه بالتحقيق وأمين عام المجلس ورئيس المجلس على فحوى التقرير. هذا واحد، ما سرب سرب للإعلام. فلذلك أنا يعني ما أريد أن أسبق وأكون سابق لأي قرار لابد أن أرى، ولكن لما طلعت الأسماء في كثير من الناس اللي طلعت عبر أحد التويترات ناس انزعجوا عن قضية إدخال أسماءهم في مثل هذه الأمور ومن غير دليل ومن غير أي إثبات. فبالتالي احنا نصبر لمن ياتينا التقرير، وانا اقول لك مصيره الى النيابه العامه او هيئه يعني الفساد. بالكويت يقول لك المشكله ان اذا تبي يعني الاحاله بالنيابه هي بمثابه طوق نجاه ساعات يكون، لان طريقه الاحاله ممكن تنجي الشخص اللي ارتكب التجاوز. واحد اثنين، حدثت في قضيه الاذاعات السابقه وفي النيابه ردت انه ما في تشريع، عندنا قصور تشريعي، فبالتالي احالته للنيابه في ظل وجود القصور التشريعي قد لا يكون يمكن يعني الهدف منه بس مجرد تشويه سمعه البعض او اظهار البعض انه فعلا هذا فاسد. احنا علينا كمجلس الامه عندما تاتينا مثل هذه القضايا ان ناخذ الامور بمساراتها وبطريقه اللوائح اللي عندنا اياها. انا حاولت على النيابه، انتهى دوري في الوقت الحالي، سلطه منفصله عن السلطه الدستوريه اللي عندنا اياها او السلطه القضائيه والسلطه التشريعيه. فبالتالي الان هذا اجراء تاخذه. الان المحكمه طلع براءه، هذا موضوع ثاني، انا ما يخصني من الامر هذا كله. يخصني اني انا اخذ اجراءاتي في مجلس الامه باجراءات سليمه، اجراءات مستحقه. وهذا المجلس قاعد يسوي انجازات يعني من ناحيه رقابيه كبيره جدا. قيس ما تقيس، هذه مالت الاذاعات مو مالت اليوم، ومالت هذا مو مالت اليوم، وحتى الدواء مو مالت اليوم، كلها موجوده. الاجراءات اللي قاعد يسويها المجلس الحالي اجراءات من الناحيه الرقابيه رائعه، ومن يقف ومن يتكلم عكس ذلك فانا ارى في نفس القصه. انا اقول لما يجينا هذا التقرير الى المجلس سوف يتم مناقشته، وعلى ضوء مناقشته يتم اتخاذ الاجراء في حينه، اما كان هي يتحمل الوزير مسؤوليته السياسيه او يحيل الى جهه الاختصاص وهي النيابه. اتمنى احنا عندنا ثقه كبيره بالجهاز القضائي في الكويت، وان شاء الله يكون هنالك في حسم في هذه المواضيع، ومتوقع ان تكون هنالك اجراءات جديده، لان الان اصبحنا خرجنا من دائره الكويت. ترى الان قاعد ينظرنا العالم من برا، يعني شفنا العالم من برا ماذا نعمل اذا الكويت بهذه النمونه وبهذا من خلينا نقول ان كثير من الاخطاء موجوده، اصبحت الدوله وضعها ترى مو طيب برا. الحين نظرة نظره مختلفه في هذا الامر. احد الاخوه في تويتر رخ مراقب يعني بعد التحيه يقول لك هل يوجد فساد في الكويتيه بصفتك طيار يعني سابق، وما سبب تخلفه بعد ان كانت رائده، واليوم ايضا يطرح اليوم في اللجنه الماليه البعض يمكن انت طالبت ايضا بالاسراء بان تحول الكويتيه الى ناقل وطني، بالتالي غير القانون اللي كان موجود. هل من المصلحه اليوم ان تبقى الكويتيه هي ناقل وطني، ام من المصلحه ان تذهب الى الخصخصه وخلاص تكون شركه خاصه يعني؟ طبعا احنا نتكلم بالخصخصه. انت خاصه انك انت طيار يعني. تكلمنا بالخصخصه ومره اخذت لها رتحه من الزمن، وكل مجلس تتغير اهواء الخصخصه. عندنا قانون خصخصه يعني احنا. عندنا قانون والقانون مشى، هذه الكويتيه كانت اول شركه تدخل في هذا القطاع. ولكن انا اتكلم بطبيعه الحال الموجود، اليوم لو حولناها حق القطاع الخاص. عطني ضمانات وظيفيه حق الكويتيين في القطاع الخاص. شركه واحده موجوده في الكويت. ماكو ضمانات، شوف المسرحين الموجودين في الكويت. من الناس المختصين، من بروفيسور وانت ماشي.
وعندنا حالات تشوهت كثيرة مهما كانت المبررات. إذا خسر يقول لك أنا خسران، يلا يتوكل على الله. هذا واحد. اثنين، لما تيجي على تودي هذه الشركة للخصخصة، أنت ما تجبر الشركة اللي ماخذ الطيارة تجيب طيارات جديدة وحديثة، ما يقدر يجيب طيارة شغلها لك، مو شغلك أنت تجيب طيارة جديدة، أنا أعطيك طيارة تسوي لك الخطوط هذه وأنا أربح فيها. إحنا الآن نتكلم على عندنا مشكلة في 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 الطائرات أمامنا وهي قديمة ولا بد تحديثها. ثلاثة، أنا لما أعمل ناقل وطني للكويت وأشيل علم الكويت في كل العالم، أنا أعتبره جزء لا يتجزأ من منظومة المجتمع دولة الكويت. عندي ميناء، عندي متحف، عندي منظومة طيران موجودة تحمل علم الكويت. إذا أنت ما أبقى أن يكون ناقل وطني، ما ناقل وطني وأرى أن الناقل الوطني يا أخي موجودة في الإمارات، موجودة في فلاي دبي، موجودة في القطرية، موجودة في الاتحادية، ليش جت على الكويت اللي تبي تصير؟ عطني نظام خصخصة نجح في الكويت حتى أقول لك يلا بمشي وياك. عطني نظام واحد أنا وياك الحين، عطني نظام نجح بمعاييره الموجودة. ماكو. الحين نتكلم ليش قص على نفسنا؟ هذا المكان لما وضعنا المشروع تغيرنا، وأنا أعتقد 35 طيارة متكلم على مليار و200 مليون دينار رأس مال الشركة. تعال الاستثمار الطبيعي اللي بيه حق الشركة هذه 35%، 35% من هالمبلغ مبلغ مو سهل، دينار مو دولار، من بيستثمر بهذا الأمر هالشيء هذا كله إلا بيجيب أشياء يعني مو نفس المستوى اللي احنا راه. أنا أعتقد الآن خلي الإخوان الجمهور يفهم أن الطائرات الجديدة وصلت الآن اللي مستأجرة السبعة اكتمل عقدها A320 وهي جديدة بتي، والطائرات الخمس المتبقية من A330 هم جديدة راح تنتهي في نوفمبر، راح يكون أسطول جديد مكون من 12 طائرة لعمل الرحلات بالإضافة إلى الأسطول الحالي الموجود الذي يبدأ التخلص منه بالسنوات القادمة عندما تأتي الطائرات المشترات ذات الملكية حق الكويتية أو دولة الكويت إن صح التعبير في الوقت الحالي اللي هي لها الحصة الأكبر في هذا المشروع، وتوصل عددها 35 طائرة. اليوم نتكلم على عندك أنت جهاز ملاحي خاص بهذا بالكويت. أنا أعتقد المقترح الموجود اللي 75 25 75 للدولة 25 للمواطنين بداية اكتتاب، تستطيع الدولة مع الوقت تنزل كتابها إلى أن تصل الشركة أو المؤسسة الحكومية قسمية الشركة حكومية إلى قوتها، ذيك الساعة تستطيع أن تبيع الأسهم بالطريقة اللي تبيها. وحطينا أولوية التوظيف، ما يهمني أنا ما قلت 3500 وظيفة، أنا أعني بذلك وظيفة فنية مع اكتمال عقد الطائرات الموجود سوف نصل لهذا الرقم. اثنين، عطينا أولوية التوظيف لحديثي التخرج أبناء الكويتيين، عطينا كذلك للناس المتقاعدين على الأجانب. أنا يبلي أجنبي إيش حاجة أخليه؟ هذا الكويتي بلا كلفة قاعد في بيته سيارته موجودة، إيش حاجة يبلي واحد عطى شقة وعطى سيارة وصرف له كهرباء وصرف له راتب وبيسافر، هذا أولى منه. إذا أهيئ الكويتيين موجودين حتى يأخذوا أماكنهم وفق عقود مؤقتة، وكذلك عطينا الحق لأبناء الكويتيات أمهاتهم كويتياتهم الحق يعيشون في بلدهم على الوافدين، بعدين حطينا الوافدين. هذه القضية قضية إصلاحية بحتة في قضية التوظيف. أنا أقول لك رقم راح تقتنع منه، احنا الحين ب 2015 ب 2030 تقرير البنك المركزي 62 ألف وظيفة الكويت لازم توفرها، لازم توفرها حق الخريجين اللي يدد. هاي صاعقة إذا ما عندنا خطط موجودة أمامنا. فأنا أتكلم لابد من إيجاد الخطط. القطاع الخاص في الكويت يا جماعة ما حد يجبره إذا خسر يقول لك فليت أنا ما أبي، شنو الجبار اللي عنده يا ماكو، هذا قطاع حساس. ولذلك أتمنى إن شاء الله، أنا خصوصا لما شفت التقرير اليوم إن الخسائر بدأت توصل إلى 33 مليون من 62 64 مليون، وأتوقع أنها توصل الصفرية إن شاء الله مع السنة القادمة. بس كابتن اللجنة المالية، والموضوع عند اللجنة المالية، اللجنة المالية هل اللجنة المالية متباطئة ولا قاعد اللجنة المالية حانا قلت لهم قبل هذا انعقاد الدورة هذه لابد أن ترفعوا التقرير للمجلس بهذا الاتجاه بذاك الاتجاه، هناك طبعا في مقترحات ويجب مراجعتها. وأنا الآن الكرة الآن في الكويتية الحكومة، وأنا أود أن أشكر وزير المواصلات، تعال هذه نقطة مغايت مهمة، عندما يقف وزير المواصلات ويتعامل مع النواب ويقول أن هنالك 15 نائب والحكومة تحترم رغبات النواب وتقف ضد الخصخصة في أن تكون شركة ناقل وطني، أنا أرفع له العقال أقول له قواك الله، أنت هذا الوزير نموذج من الوزراء الذي نحتاجهم يقفون مع الشعب في هذه القضايا. أوكي، أيك على موضوع آخر أيضا، موضوع يعني يمس المواطن بشكل مباشر، شركة الخدم، شركة الخدم العمالة المنزلية بمعنى صح،
هذا المقترح تقدم فيه النائب كامل عوضي بطلال، وبطلال بعد قال لنا المقترح هذا الحكومه تبي، ورئيس الوزراء سمو رئيس الوزراء يدعم هذا المقترح، وزير الداخليه ايضا يدعمه، والحكومه كانت محرجه فبالتالي هو قدمه لرفع الحرج عن الحكومه. ولكن هو حتى صرح بعد ما رفضت هذا المقترح قال انا استغرب شلون النواب ينتخبهم الشعب ويصوتون ضد الشعب، بما انك انت احدهم يعني شايف تصوت ضد الشعب. واحمد طبعا لابد ان يجتمع المجتمع او الشعب الكويتي الى حقيقه مشكله الخدم في الكويت. عندنا احنا مشكله اساسيه يحسها المواطن، ما عنده دعم من حكومته فيما يخص الحقوق الموجوده له، واسعار الخدم الموجوده دازه فوق ال 1500 دينار، وكذلك الحاله خلينا نقول الدوليه بان الكويت هي من الناس اللي بالبلاك ليست بالنسبه حق بموضوع العماله البشريه وما شابه ذلك. خليني احط لك النقاط الرئيسيه. اوكي. اول سبب الغلاء شنو هو؟ سبب الغلاء شيء رئيسي في 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 القاعده الاقتصاديه، العرض والطلب. اللي صار احنا عندنا الخدم الاندونيسيين كانوا يشكلون جزء كبير جدا من السوق المحلي حق الكويت، وكذلك السوق الاثيوبي. الاثيوبي كما فهمت الجرائم الموجوده تم اغلاقها، الاندونيسيين تم اغلاقهم من الكويت ومن السعوديه. السعوديه الطاقه الاستيعابيه حق الخدم عاليه جدا بالملايين، اتكلم ما عندي الرقم ولكن تتعدى يمكن 5-6 مليون عندهم. لما يكون هذا الضغط يروح حق السوق المصدره لمثل هذه العماله، شو تتوقع يصير انك داخل؟ اي نعم اكو ارقام موجوده، قيمه التذكره كذي وقيمه هذا اللي برسه كامل عوضي بطلالنا فيها هذه الاسعار جاب الاسعار هذه كلها، لكن حقيقه السوق مختلفه تماما. انا كنت في الامارات وشفت الاسعار، وشفت السعوديه المكاتب فيها الاسعار، وشلت ناس مختصين حتى في سنغافوره سالتهم هذه الاسعار الموجوده بسبب العرض القليل الموجود. سببين في 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 الفلبين مثلا، واحد اول شيء دش الضغط الموجود من الخليج الى سوق الفلبين فرفع السعر. الشغله الثانيه ان امريكا حطت الكول سنتر حقها في الفلبين، ايش حق الفلبين يجي الكويت؟ خلت قاعد هناك ماخذ راتبه. فاللي بيجيك الكويت بيجيك ناس ما عندهم الخبره ومبالغ خلينا نقول زياده ب 600-700 دينار زياده عن حقيقه الامر الموجود. هذه هي القصه الرئيسيه. هذا لا يعني ان ماكو مكاتب مزينين يستغلون الوضع. في كل مكان بكل ما تشوف انه اقترح بطلال هو اللي قلل المشكله؟ لا، هاي واحده من المشاكل تنحل. احنا حطينا 62 ماده في اللجنه الصحيه لصالح المواطن. انت لما فيها تامين شامل لمده 24 شهر فتره العقد كلها عندك تامين شامل، اذا هربت الخدامه المكتب يعني يقدم التعويض مباشره للكفيل وياخذ يعني نوع من الاجراءات اللي هو الجزائيه. اعطينا سواء كانت خادمه هاربه رافضه العمل كلها محبوكه وفق منظومه تامينيه رائعه وضعت، لكن لم يرى النور في الجلسه باسبابها، لان الاخ الجميل بطلال يعني يرى ان مثل ما قال الاخ شو اسمه سعد بن حماد انها شريكتي وشريكته ودخلنا في المزاج السياسي. انا اقول شركه مقفله احنا بالنسبه لنا، انا بالنسبه لي مرفوضه. ليش مرفوضه؟ لانها احتكاريه حق بعض الاشخاص. زين هذا التأمين تساهم فيها الدولة يعني، وهذا شيء زين. لحقيقة أنا في الشركة المساهمة مالت الدولة غير المشروع، يعني الشركة مقفلة ومكتوب شركة مقفلة. فأنا قلت للأخ العزيز إنه شيل كلمة شركة مقفلة، حط شركة مساهمة. الآن الخطوة الجاية الزينة الجميلة جدا أمرين. أولا وزارة الداخلية راح تفعل قانون التعامل المباشر. واحد، أنا عندي خدامة بجيبها أجيبها بطريقة المباشرة، ما أحتاج إلى وسيط المكتب. هذه العمولات اللي بياخذها خليه ياخذها 600-700 ألف، مش بياخذها خليه ياخذها. لكن لما اتكلم هنا انا على 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 حالي اروح وزاره الداخليه يسموه بالعقد الثنائي واجيبها على حسابي واتحمل مسؤوليتها، يمكن تطلع ب 300 دينار. هذا واحد. اثنين، لما نيجي على قضيه الشركه المساهمه، اليوم في مشروع طيب وهو ادخال الجمعيات التعاونيه، قدم الاخ فيصل الشايع ان الجمعيات التعاونيه سوف تساهم في هذه القضيه. فاذا انا قاعد اساهم في قضيه الحفاظ على واحد السوق من خلال المنافسه فتح رخص جديده، اثنين فتح الاتفاق المباشر الثنائي، ثلاثه احنا انا اتكلم على دور دوله الكويت، لما انا عندي مشكله مع الاندونيسيين ليش ما احلها؟
ونسبب المشكله. شوف شو المشكله، ايش ما حليناها. صندوق التنميه اليوم يقدم مساهمات لكل دول العالم، لازم نستثمره، ما قاعد يطبق هذه القضيه لصالح الوطن. خلينا نقول يا جماعه الحكومه الاندونيسيه، تعالوا يبا ايش فيكم، اعطونا شروطكم، رواتب هذه رواتب، تحويل رواتب هاي تحويل رواتب، ضمانات موجوده، ما يطلع الخادم من الكويت اللي عنده براءه ذمه بكل شيء، احسن شيء ايش اللي تبي برا. لما نقول حق الاخوان في جنيف وما شابه ذلك، هذه حقوق الانسان موجوده، اعطينا راتب، اعطينا حق العمل، اعطينا حق الاتصال، حتى التقاضي الداخليه مشكوره قالت على حسابنا اذا في قضيه موجوده خدام تشتكي احنا نشيل احمالها الاتعاب الماليه. كل هذه لو طرحت في الجلسه ما وصلنا الى هذا التاخير، ولكن انا اقول الايام جايه وسوف تبين. شركه مساهمه لاهل الكويت اهلا وسهلا، نعم. شركه مقفله مع السلامه، نعم. نحن مع الشعب وليس ضده. اخر 10 دقائق عندي القضيه ايضا معهد الابحاث اللي صار فيه، وكان عندكم هجوم عن النقد لاذع عليه في الميزانيات، شنو المشكله في معهد الابحاث وبعجاله يعني؟ معهد الابحاث يا حبيبي، معهد الابحاث هذا نموذج موجود من يتملك الجهاز اللي تحته وتتحول الى ثكنه خاصه له، ابى اسميها نوع من خلينا نقول حيازه، بتسميها اللي بتسميها. الان معهد الابحاث التقرير ديوان المحاسبه واللي يرأسه الاخ العزيز العضو السيد عدنان عبد الصمد والزملاء معه جابوا عليهم مادتين، واحد اثنين. الماده الاولى كتبوا في التقرير ان معهد الابحاث لم يقم بواجبه ولم يقدم للوطن اي شيء خلال هالفتره هذه، ماكو شيء يقدم للوطن، نعم. ما له فائده، ما قدم اي فائده للوطن، هذا واحد. اثنين، كلف الدوله اعباء ماليه وكلفات ماليه متراكمه اثرت على المال العام. ايش تبينا نطمش؟ بالله عليك نطمش على هذه الملاحظات؟ لا، ديوان المحاسبه ما يفهم. لا يفهم. 19 ملاحظه موجوده تكلمت فيها في الجلسه، لكن خليني اقف امام هذا الشيء، خليني ارد على التصريح اللي تفضل فيه بشخصه الاعتباري رئيس المعهد. عندما قال انا سفراتي 25 سفره، انا اتكلم للمواطن الكويتي، بس شوف 2013 يقول 10 سفرات. 10 سفرات حق شنو؟ مهام رسميه. اذا السنه فيها 12 شهر، شهر رمضان واحد برا وشهر اجازته، كل شهر يسافر برا، كيفكم حسبوها انتم بطريقتكم. زين، سافرت برا، وين الورق العلمي اللي اخذته، الاوراق العلميه اللي بتقدمها حق المعهد؟ زيرو. الان التبجح بان احنا سوينا ما سوينا، يبا هذا مو في عهدك، هذا في عهد الاخ الفاضل الدكتور السابق عبد الهادي العتيبي على ما اعتقد، اللي كان قدم لك هالمشاريع الموجوده والان نتكلم فيها. تعال يا اخي نتكلم على واقع، ماذا قدمت من انجاز؟ لا يوجد. نريد ان نبحث، الانجاز ماكو، والانجاز هو انجاز سابق موجود. تعال شوف الاشياء الاخرى. لما تجي على المبنى الاداري، بالله عليك مبنى اداري في معهد الابحاث، شو المبنى الاداري يا ابو علي؟ المبنى الاداري ما في معمل، ما في مختبر، مكاتب، لا، و400 متر ما ادري ايش كثر بها. هذا البلاط الملكي حق القصر الليزيه مال معهد الابحاث، هذا البلاط الملكي من حقه حق صاحب المعهد لانه يرى يعيش في هذا في في, في هذا خلينا نقول القصر. يا اخي هذا انت معهد يعني مكتب صغير يكفيك، وخلي الباجي حق المعامل، لا يوجد. ازيد لك من ذلك البيت، ما دام فتحت الموضوع معي على معهد الابحاث، تدري كم سياره بي ام دبليو عندهم معهد الابحاث؟ لشنو؟ حق الموظفين، حق اصحاب القيادات الموجوده. 280 سياره، 60 سياره موجوده في الجراج. خليه يرد علي، خليه يرد علي. تبي افتح اكثر؟ هذا لما ديوان المحاسبه حط السرعه على قضيه الشخص اللي تم اعاده توظيفه ب 4500 دينار، وين كيان السابق؟ شنو كان دوره؟ راح تشوف هنالك مخالفه صريحه عليه، رد قام يتكلم انه والله كان ب 2000. انا استشهد براي رئيس اللجنه عندما قال بلا لف ودوران، خلاص خلصنا، واضح القضيه بالنسبه حق الواي، اشيد بهذا الامر. زين، نتكلم على التكاتر اللي معاه، بعطيك قضيه ثانيه، ما دام بيفتح الباب معهد الابحاث خلينا نفتحه على مصراعيه كما نشاء، كما يشاء. يقول انا عندي بروفيسور متخصص تلميذه صار رئيسه، ايش رايك؟ تلميذه بكالوريوس وهذا دكتوراه. بالله عليك باي مكان الا في الكويت؟ لان ما حد يحاسبه، لان ما حد قال له انت غلطان، لان ما حد وقف قدامه. واللي يقول له هناك ايش سوى فيهم؟ اللي قال له انت غلطان وهذا خطا دخله قضايا وتحقيقات وحرمه
امرأة جردها حتى من كل ما لها من 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 من, من مستلزمات مكتبية، لا حتى كمبيوتر ما عندها، وبالصيف يقطها بالشقايه حتى تروح تتابع عشان تغلط ويحاكم. لو هذه من اهلك توديها؟ لا ما توديها. اوكي هذا شوف ممتاز. عشان انا بديل انصحها مدير المحكمه ان يقدم استقالته ويمشي، ولا التحقيق اللي قال الوزير وزير التربيه جزاه الله الخير قال سوف يتحمل مسؤوليه هذا الملف، ووعد بان الاخطاء والتجاوزات راح يحلها هو وغيره من الوزراء، لان هاي سياسه رئيس الحكومه. أوكي. وهذه سياسه تمثلها وزير التربيه. أوكي. فالايام القادمه سوف تكسر الكثير. كلمني على البديل الاستراتيجي بعجاله لان انا وقتي بدي خلص. بديل استراتيجي مالك اسالك لان الوقت زين. بديل استراتيجي شعاره العداله والمساواه. في الوقت الحالي ما في عداله ومساواه. زين؟ حق الاخوان العرب قبل الحصان. فالان تعثرت المسيره، والسبب ان هناك استثناءات لبعض الفئات بانها ما تدخل في البديل الاستراتيجي. والمجلس بتحركاته استقبل النقابات. النقابات العامة يكفي مجلس الأمة كلها وقعدت واستمعت، واللجنة قالت لهم لن تمس الرواتب، خلاص رواتبكم ما تمس. فمعناته البديل الاستراتيجي الآن في عنده مشكلة، سببها عدم نضوج الدراسة بالدرجة الأولى، سببها عدم تلمس الواقع الموجود. يقولون مدفع 350 مليون ووفر 15 مليار على 10 سنوات، والله من وين بتوفر 15 مليار إذا بتزيدهم؟ ما وزير المالية شو يقول لي؟ يقول بتصريحه 40% و50% من المواطنين سوف يستفيدون البديل الاستراتيجي، أنا أقول هذه دينك، صافحوا الشعب وزيدوهم. زيدوهم يلا ما دام تقرون بهذه الزيادة، ولكن أن يكون بديل استراتيجي يتعامل مع البدلات ولا يتعامل مع الراتب الأساسي، هذه مشكلة. وين المشكلة؟ مشكلة بالتقاعد. أنا أكلمك أنت بتعدل عدل الراتب الأساسي، لا تعدل التعديلات الإضافية الموجودة. إحنا عندنا مشكلة البديل الاستراتيجي مفهومة محتاج إلى دراسة حقيقية ميدانية، وصرحت وطلعت منشط كبير في جريدة الوطن سابقا لن يرى النور، ولا تفائلت سوف يخرج. الآن سيرى النور ولا لا؟ الآن متعطل إلى دور العقاد القادم. متعطل إلى يبي لها سنتين حتى تستطيع تطبقه. أنا بس لأن وقتي انتهى، لكن 30 دقيقة بالأخير. لا قبل الدقيقة، لأن أنت طرحت موضوع، صاحب الموضوع يمكن طلبه هو مداخلة. عضو مجلس الأمة نائب كامل عوضي حياك الله أبو طلال، وبعجالة لأن وقتي. لا هذا من وقتي. نعم ما عليه، بس وقتك انتهى ترى. بس أبو طلال عنده مداخلة، تفضل. عنده واسطة. لا والله ما عنده واسطة، أي واحد حياه الله بيدخل مداخلة البرنامج مرحب فيه، تفضل أبو طلال. ما أسمع. تفضل طلال. اقول مشكور على المداخله ومشكور على ابو احمد. ليش يبا ما تبي الشركه يا ابو احمد؟ شنو فيها؟ اذا اليوم انا اليوم وصلتني رساله من الهند تقول، يقولون العامل رسمي من السفاره الهنديه، هاي ثالث سفاره، توصل للكويت بمعدل 370 350 دينار، وباشر بعلنها ان شاء الله في كل الصحافه بمؤتمر صحفي. إذا سوينا شركة يدشون فيها وزارة الشؤون ووزارة الداخلية ممثلة في جمعية الجيش وجمعية الشرطة وجمعية الجيش وجمعية الحرس الوطني والهيئة العامة للاستثمار، شو رأيك يا أبو أحمد إذا طياره والخدمة 300 باعوها ب 450 50 ليش تضايق؟ أنا هذا السؤال اللي بقوله، ليش ما تبي شركة مقفلة؟ ليش ما تبي شركة مقفلة؟ شركة مقفلة. الشركة المقفلة لأصحاب معينين، ناس معينين، عندما تكون للمواطن كله للكويت هذه نقبلها. احنا نتكلم على أرقام ورقية، ولكن واقع الحال روح هناك السوق وشوفه. نحن مع المواطن، إن شاء الله تصير الخدمة 200 دينار نقف وراءها. ما عندنا احنا والله محسوبية بأمر المية بأمر الماء. أنا أقول حولها شركة مساهمة حق الكويتيين، ويب جمعية الشرطة ويب الجمعية التعاونية، احنا يدينا بيدينك. جمعية التعاونية مالت منو؟ الجمعية التعاونية مال قيامها مالت الكويت كله. انت صاحب المشروع مو تقول صاحب المشروع؟ زين انا اقول لك اللي جاء الكلام في البداية في اللجنة الصحية يان واضح وصريح ان شركة مقفلة. هذا مثال يا ابو احمد. هذا شو مثال؟ مشروع قانون مثال. الان بتصير شركه مقفله تدش فيها وزاره. الحين احنا نتكلم على التالي، احنا مع الشركه المساهمه يا ابو طلال، معاك ولا مع الكويت كلها؟ ما دام تخدم الشعب احنا مع الشعب، احنا لا نقف حجر عثر امام الشعب. ولذلك كلامك طيب، هذا اليوم كلامك طيب. طبعا طيب من الاساس طيب يا ابو طلال، لما انت غيرتها من 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 مقفله الى عامه وشركه مساهمه وجمعيه الجيش والجمعيه التعاونيه، حنا وراك، اقول لك بنشيلك فوق، حياك الله، هذا هو الزين.
انا ما غيرت، انا مثال الدراسه مالتي تقول هذه مو دراسه، مشروع قانون دازلنا اياه. لا لا حبيبي دراسه، بعدين عقب ما تصير الشركه. شلون دراسه الشركه استاذ يا حبيبي يا ابو طلال؟ لينا باللجنه مقترح بقانون، ما لينا بلجنه دراسه. الدراسه تجي بعدين اذا انت يعني تدمجها وتدز لنا اياها للاطلاع. على كل حال احنا الان في اللجنه الماليه، ولو اني انا اقول كان المفترض يتم مراجعه القوانين المواد اللي حطيناها اللي فيها حمايه للمواطن وفيها حمايه لدوله الكويت برا وفيها حمايه في وزاره الداخليه تاخذ قوتها في هذا الامر. فبالنسبه حق موضوع الخدم حله بالتالي، يا شركة مساهمة كويتية للجميع وتكون هنالك ضغوط موجودة بقوانينها حتى المواطن يحس ويشعر ان هذا المشروع مشروع له. القانون تفضل بطلال كابتن حبيبي يا هلا تفضل. عملتوه قانون مفيد جدا، لكن حاطين لي كم قانون فيه كم بند من البنود تسكر على الشركه. انا اقول خطير الشركه ويصير قوانين مساهمه مساهمه وياك بالمساهمه، والمساهمه هذه ان صارت مقفله اذا ساهموا فيها اتحاد الجمعيات. اتحاد الجمعيات من ماله يملكها الشعب الكويتي كله، عدل ولا انا غلطان؟ الجمعيات ما يصير يا ابو طلال مقفله، ما يصير يبا مصلحه عامه، هذه مصلحه خاصه المقفله. ما يصير يا ابو طلال ما يصير. احنا 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 نريد الشعب يشارك في هذه، ما يصير. احنا مع الشركه المساهمه، على اقول لك احنا مع الشركه المساهمه وانت بتصير فيها ان شاء الله. لا لا انا مالي شغل فيها، انا مالي شغل فيها، لا تدخل. مو هذا ساعدوني كل شيء قال تقول في اللجنه شركتي عشان كذي انا اقول تقول كابتن هلا. ما يصير هذا الكلام انت تقوله انت وزملائك، ما يصير هذا كلام سعدون بالجلسه. فانا ما يبته انا عضو مجلس امه اسس شركه ولا لا يجوز في شيء. لا 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 يجوز لك تاسس الشركه، اقول لك القانون يسمح لك عضو مجلس امه يسوي شركه، لكن لا يسمح لك انت عن طريق مجلس الامه وانا املك. يبك ايش كثر النواب عندهم شركات يا حجي. لا لا اقول كابتن هذا الكلام لا تقوله بالتلفزيون. قلت الحين على الهواء. يبا النائب يحق له عنده، ماكو شيء يمنعه، ماكو شيء يمنعه. الشركه بتصير ان شاء الله، بتصير باكر بالماليه. تعال اسمع حبيبي شركة مساهمة وياك يا ابو طلال، قيود قوانين مصالح المجتمع والوطن والمواطن معك، كلنا معك. خليت شيء حق الوطن والمواطن، ما خليت شيء. ليش ما خلينا شيء؟ انت ما خليت المجتمع، ما خليت الشارع يسمع القوانين اللي قريناها حقه في في في, في موضوع الخدم. سحبت المشروع وديته حق المالية. والله لو سامعين، والله يا ابو طلال سامعين كان قال يلا خلصونا. قوانين موجودة اللي ما كانت موجودة في السابق، قوانين كانت الخدامه تهرب والكفيل يدفع الفلوس، وكان اداره اجهزه وزاره الداخليه ساكته في الامر هذا لانه ما في قانون. هذا القانون يرجع فلوس الكفيل، هذا القانون الحين وضع يحمل كفيل اكثر من كذي. شو اللي تبيه ابو طلال؟ عشان تجيبون شركه فرنسيه في الاردن تحطونها. اي شركه فرنسيه؟ عمي اسمع اسمع، خلصت الحين كلامك، خلص حكي جزاك الله خير. تفضل. القوانين هذه اللي حطيتوها مفيده والبلد بحاجه حقها صحيح، لكن انت تقبل خدامه تكلف 150 دينار يدفعونها ب 1000 دينار؟ يا حبيبي يا حبيبي يا ابو طلال يا ابو طلال، اول شيء شنو شركه فرنسيه وخرابيط هذه كلها؟ واحد انا اقول لك لا عشان تجيبوا شركه تامين، اقول لك ما في شركه تامين يا حبيبي. المكتب يتحمل مسؤوليته امام الكفيل، يقول له اذا الخدامه هربت انت تدفع، مو انا ادفع، تحمل مسؤوليتك بالطريقه التاليه. فلازم يؤدي نفس. اذا صارت الشركه بالله عليك بالله عليك بالله عليك بسالك سؤال الحين، الخدامات اللي هربت ايام قبل ايام الاندونيسيين شنو صار مشكلتهم؟ مشكلتهم تكدسوا في مكان، وانت بحضرتك يوم كنت في اداره الهجره وقلت انا والله قمت وسعيت ووريت المعنيين في الامر بالحكومه الاندونيسيه تفضلوا هذا جماعتكم في البيت الثاني، وتسكرت الاعمال الاندونيسيه. ليش سكرت؟ لان ماكو قانون يحمل قضيه. لو تهرب الكفيل يبتدي يسفرها لحسابه، ما تروح في السفاره. الحين هذا القانون موجود وترجع الفلوس حق صاحب الكفيل. اليوم يا بطلات تكلم عن 750 الف خادم في الكويت، يعني معناته لابد ان يكون هنالك الضبط وربط في القضيه. نحن مع الشركه المساهمه وياك بهالدرب.
كلامك صحيح 100%. بطلال بستختم لان وقتي انتهى، بس تختم في القضيه، تختم في المداخله لو سمحت بطلال. بس اخر شيء كلامك صحيح 100% يا ابو احمد، لكن الشركه اذا صارت ربحها بسيط، ربحها 20 25% عند الجمعيات، راح تخفف مصاريف المواطن. صحيح. انت واحنا النواب السابقين قاعد يطالبون في زياده رواتب. صحيح. الموظفين ب 50 60 دينار هذا احنا ما نختلف فيه، ولكن افتح السوق اللي تسكر عشان تنزل القيمه، هاي المشكله. ان شاء الله نفتح مع الدول، ان شاء الله صارت شركه استخدموا فيها جمعيات تعاونيه، جمعيات يملكها الشعب الكويتي. نعم. كله مشكور بطلال يعني على هذه المداخله. مشكور بطلال على هذه المداخله، واعتذر منك نظرا لضيق الوقت. نص دقيقه اتمنى تختم لنا ضيفنا. احنا اليوم في هذا اليوم شفنا قضيه اللي صارت في القطيف، هذه شراره وراها نار. نحط روسنا بالارض، راح يقول لك المثل الكويتي، اذا حلقوا حجارك بدل لحيتك. الكويت ليست بعيده عن هذا الارهاب، الارهاب الفكري، الارهاب الذي لا يعترف بالاخر. الناس تعال شوف في سنغافوره ملل عايشه مع بعضها. احنا في الكويت نتكلم على ثقافه التكفير. نحن ولائنا للكويت، ولائنا للوطن. لما تي وتي وتضرب في هالولاءات هذه كلها بسبب تكفيري، لن نقبله ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الأمر. أدعو إخواني ومن له القرار في هذا الأمر أن تكون هنالك حساب حازم لكل من تراود نفسه بالتشكيك في مذاهب وولاءات الطوائف الموجودة في الكويت، فالكويت فوق كل اعتبار. نعم مشكور، نتمنى الأمن والأمان لهذا الوطن، متمسكين إن شاء الله في وطننا وفي دستورنا وتحت قيادة حضرة صاحب سمو أمير البلاد الله يحفظه. مشكور لك كابتن خليل صالح حضورك معنا، وكانت أيضا مداخلة من أبو طلال ممتعة، كان أبو طلال مصمم على هالشركة هذه. مشكور لحضورك معنا مرة ثانية، عضو مجلس الأمة الأول المبطل المحامي محمد دلال بعد الفاصل.